خويا احنا واحد المجموعه ديال الناس، شي من صفر وشي من الكاريده، شي من بني ملال، شي من فاس. ودابا حنا نصبت علينا واحد السيده، بالنسبه كتقول لك عندك كونطرات، ماشي الهجره السريه، كونطرات اوراق، يعني عقد عمل يعني اوراق مريقلي، ماشي الهجره السريه وداكشي. المهم نصبت علينا السيده كدير معنا عقود، لان راه كتاخذ معنا الفلوس، خدات معنا الفلوس، خدات معنا الباسبورات، وتا حاجه ما كاينه من هادشي كامل. السيده غير نصابه، السيده كتبيع وتشري في هادشي وتنطبق على الفلوس. المهم دابا حنا من هادشي كامل، دابا حنا راه شناها للكوميساريه، راه هي دابا في الاناسي عندهم، والناس غيتفقوا الاجراءات ديال الناس ديال الامن الوطني، غيديروا الاجراءات ديالهم. وحنا دابا كنتسناو، حنا باغيين رزقنا، هاك اللي عطي جوج عطي اربعه، هاك اللي عطي 34 كان عطي 36. الناس راه ما فعلوش، الناس خدامين في الحشه، خدات لينا فلوسنا هاد السيده، طلبوا فلوسنا حنا، بغينا فلوسنا وراقينا باسبوراتنا وداك الشيء، رجعوا لينا هادشي دابا. هاد السيدة هادي نصبات علينا حنايا بزاف ديال الناس اللي عندنا ديبلومات وهادي، وبغينا زعما كنا نمشيو معاها، ودارت معانا بأنها غدينا كونطرا يعني بالقنصلية وداكشي بالوراق. من بعد بدات تعيط لنا تقولنا خارجة فلوكة، كاينة فلوكة تمشيو في مدة ديال 3 أيام تكونو فهمتي، 3 أيام غتخرج الفلوكة. كاين اللي دات لي 4، اللي دات لي 5، اللي دات لي 2، دري السيدة دات لها 34 مليون، وما عائلة ثلاثة ديال البنات وخوهم، إوا نصبات علينا ودات لينا ديالنا، كنطالبو ياخذوا لنا حقنا. هاد الناس يحاولوا أنهم ياخذوا لنا حقنا، عندنا الشيكات ديالها، عندنا الالتزامات، وما دابا يا حنا تن واقفين تسناو وما كاين والو. دابا هاد خيتي كتنصب على عباد الله، كاين اللي دات ليه 2، كاين اللي دات ليه 4، كاين واحد السيده دات لها 34 مليون، ما عرفنا واش دايره. التلاميذ اللي كيدخل كيحط فلوس ما كيعاودش يخرج، خدامه في الدعاره، الدريه كتجي تبغي دير كونطرا باش تمشي، كتقول لها غنخدمك تمشي لتركيا، نقسم انا وياك الفلوس، تصيفط عند تفسد، شحال من واحد صيفطاتو يفسد، كتقول لك كاينه فلوكه، كتصيف الدراري كيتقلب لهم فلوكه. هاد السيده راه بزاف، هاد السيده خدات لي 2 مليون. شنو كطالبي دابا؟ كنطالب باش ياخذوا لينا منا حقها، حقنا ياخذوه منا وترجع لينا رزقنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.